هل ممكن نربي وشق؟ الوشق من أجمل الكائنات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم، وطول ما هو صغير بيبقى زيه زي القطط، لكن علشان الحلو في الحيوانات المفترسة ما بيكملش، المشاكل بتبدأ تحصل أول لما يكمل سنة، وساعتها شخصيته بتتغير وثقته في البشر بتقل، وبيبقى كل انتمائه لحيوانات تانية لو متربي معاهم من هو صغير، وفي بعض الأحيان ممكن يتكرم عليك ويخليك تطبطب عليه. لايك وفولو. سلام.